يمكن ليرد على الأخ غريب في الموضوع اللي طرحه بالنسبة للمرور واللي ناقشه عن أماني. هو تطرق لموضوع الشباب اللي يستهترون بقواعد المرور، وطبعا الشباب اللي هم الفتوا النظر أكثر شيء اللي هم يقعدون على شارع الخليج بالليل. إدارة المرور ما تتحمل المسؤولية الكاملة، لأن في أكثر من جهة تحمل مسؤولية بالإضافة إلى إدارة المرور اللي هي تحمل مسؤولية قواعد المرور وعدم احترامها. الجهات الثانية مثل وزارة الشؤون، وزارة الشؤون هي مختصة بأمور الشباب، المفروض تكون هناك أماكن للتسلية بالليل مثلا يستفيد منها الشباب ويقضون وقت الفراغ اللي يلقونه. الجهة الثانية اللي هي يمكن أكثر يمكن أو أقرب للشباب اللي هي الأهالي أولياء الأمور. الملاحظ أن الشباب أغلبهم ما يلقون الكلام من أولياء الأمور بالنسبة لهم كتوجيهات أو أشياء رادعة. مثلا الولد يسهر على شارع الخليج في الصبح، أسحب السيارة منه، بالتالي يمكن هو يحس أنه هو مخطئ ويحس أكثر لأنه شيء ملموس. وزارة التربية عليها بعض المسؤولية اللي هي حملات تثقيف مثلا للشباب. وبعدين في شيء كلنا نعرفه اللي هو الأفلام، الشباب أصبحوا مقلدين لكل ما يشوفونه، يشوفون الأفلام اللي فيها سباقات السيارات وغيرها، الأشياء هذه اللي تخالف المرور وهي تعتبر أشياء شاذة بالنسبة لل طبعا قواعدنا والأصول المتبعة عندنا. بالتالي ترجع إدارة المرور تحمل جزء من المسؤولية مع هالجهات اللي موجودة. بعدين في شيء ثاني اللي هو طوابير في إدارة المرور. يمكن أنا أكون مدافع ومنتقد يعني للوضع نفسه، نلاحظ أن الطوابير مزدحمة في كل وقت. في أشياء نقدر نقولها أنه هو طبعا ما بشرى المبنى الجديد اللي راح يبدأ فيه العام القادم، يمكن راح تنحل المشكلة هذه. بس هم في إدارة المرور تحمل المسؤولية أن ما في موظفين أو العدد الكافي إذا قسناه بعدد المراجعين. يمكن هذا رأي شخصي، بس أنا أعبر عن وجهة نظري ورد على الأخ غريب الشاطر. شكرا. حقيقة بالنسبة للأمنيات، الأمنيات طبعا كثيرة جدا، بس في حقيقة ثلاث أمنيات، ونرجو إن شاء الله أن نرى في القريب الأمنيات هذه تتحقق. الأمنية الأولى حقيقة الشباب الحقيقة هم يأخذون السيارات. يعني تلقى واحد مثلا ناجح في المدرسة وماخذ الشهادة ويجي حق أبوه على طول يقول له والله أنا أبي سيارة، وراح أبوه على طول شاري له سيارة ويأخذ السيارة ويقعد يشفط ويسوق سرعة. فطبعا هذا الشيء هذا حرام مو زين، لأن هذا طبعا يضر نفسه ويضر الآخرين. حقيقة الناس الآخرين الموجودين في الشارع أو اللي في السيارات، ونرجو إن شاء الله أن الأشياء هذه يعني تقل أو ما نشوفها يعني كلية. الأمنية الثالثة هي طوابير المرور. من خلال أنا ذهابي إلى إدارة المرور أشاهد طبعا طوابير ناس حقيقة ينتظرون أن يجيهم دور على أساس أن يخلصون معاملاتهم. واللي أرجو أن إن شاء الله نشوف الطوابير هذه ما نشوفها كلية في المستقبل، وكل شخص تخلص معاملته خلال ثواني أو خمس دقائق، يعني ثواني بسيطة. والأمنية الثالثة حقيقة الجسور. احنا سمعنا في الجسور أنه راح يعملون جسور في الكويت، ولحد الآن ما شفنا شيء، ونتمنى أن نشوف الجسور هذه وعشان يقل الازدحام والحوادث، حوادث السير، وإن شاء الله الأمنيات هذه تتحقق. السايق المثالي ما يتخطى الإشارة، السايق المثالي يتبع قوانين السير، يتبع قوانين السير ويراعي شعور الغير، ويراعي شعور الغير يتبع قوانين السير، يتبع قوانين السير ويراعي شعور الغير، ويراعي
السايق المثالي.